السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. في موضوع علامة في البول قد تشير إلى إصابتك بمرض خطير. البول زي ما انتم عارفينه ليه صفات، وهذه الصفات هامة جدا ولابد ان احنا نلاحظها، وعندما يظهر شيء غريب في أحد صفات البول لابد ان ننتبه ونتخذ الإجراءات المطلوبة، وأبسطها إنك تستشير طبيب. وهذه مقالة في موقع دكتور هلال دوت كوم اللي مكتوب فوق ده قصادكو. أوكي، اللي يحب يقرأ أو يطلع على بقية المقالة هكتب الرابط بتاعها تحت الإيه تحت الفيديو إن شاء الله. خلينا نشوف أنا كاتب هناك. علامة في البول تشير أو قد تشير إلى إصابتك بمرض خطير. البداية بنتكلم عن هل ده لون طبيعي ولا علامة في البول بسبب مرض اللي أنا شايفه ده. ده بالنسبة للون. إيه هو لون البول الطبيعي؟ لون البول الطبيعي بيتراوح من أصفر فاتح إلى أصفر عنبري، يعني بيميل إلى الإحمرار، ويتوقف درجة الإصفرار دوت على حاجتين: على كمية صبغة اسمها اليوروكروم، وعلى كمية المية. كلما زادت كمية المية كلما تحول البول إلى أصفر شفاف، وإذا قلت أو زادت كمية اليوروكروم تحول إلى إيه؟ أصفر غامق أو أصفر عنبري. وتغير اللون في كتير من الأحوال بيكون لأسباب طبيعية غير مرضية، لكن قد يكون علامة من علامات البول نتجت عن أمراض خطيرة، فوجب الحذر. طب إيه هي بقى هذه العلامة؟ كمل الموضوع، العلامة كمل الموضوع عشان تعرف. دوت رسم كده يبين لك ألوان البول المختلفة. في ممكن يكون لون بني، ممكن يكون أحمر وردي، ديت أمراض على فكرة، أو بني فاتح أو أزرق أخضر أو البول المعكر أو البول البرتقالي. كل دي ألوان ليست طبيعية، ولكن ليس كلها يدل على ليست جميع هذه الأمراض تدل على مرض. في منها اللي بيدل على الجفاف، يعني ممكن يكون اللون المعكر جفاف، اللون البرتقالي جفاف. طب إيه هي بقى أسباب تغير اللون البول بصفة عامة؟ أسباب تغير البول بصفة عامة تنقسم إلى قسمين: يا إما بسبب لا خوف منه وليس مرض، قد يكون نتيجة تناول بعض الأطعمة أو المشروبات أو الأدوية، وهي من النوع الذي قد يغير لون البول. أو قد يكون تغير لون البول بسبب مرض عضوي، وفي هذه الحالة بيكون علامة من علامات البول التي تنذرنا بالمرض وتحذرنا منه. وطبعا قلنا ان في هذه الحالة لازم نروح للطبيب، وهذا والطبيب عادة هيقوم بعمل بعض التحاليل الطبية ويقول لنا نعمل ايه. تغيرات في البول بصفة عامة بقى، صفات البول بغض النظر عن اللون، اذا تغيرت هذه الصفات تؤشر الى امر ما. ايه هي اشهر التغيرات؟ ربما يتغير عدد مرات التبول اكتر من اللازم، ربما ان انا بقوم بالليل اكتر من اللازم بسبب البول، او رائحة البول اتغيرت بقت نفاذة، او الشعور بحرقان او الم اثناء التبول، او اللي احنا بنتكلم عنه ده تغير لون البول عن اللون الطبيعي. طب الوان البول غير الطبيعية، ايه هي الوان البول غير الطبيعية؟ وهل فيها علامة اللي احنا بنتكلم عنها؟ ألوان البول غير الطبيعية، وهي ديت اللي كانت رسمها أنا هنا في الرسمة دي. إيه هي بقى ألوان البول غير الطبيعية؟ ممكن اللون البني. البول البني ليه أسباب، ربما يكون جفاف لو بني فاتح، أو يكون من الأسباب المرضية، بس في سبب غير مرضي مشهور جدا وهو نتيجة أكل نوع من الفول البقوليات، نوع من الفول العريض،
وبرضه نتيجة أدوية زي مترونيدازول وزي المضاد الحيوي النيتروفورانتين، ده مضاد حيوي بتاخد في التهاب المجاري البولية. وممكن الملين عند الإمساك اسمه السنة، سنة لاكسين. الحاجة التانية لو البني فاتح، البن الفاتح ده ممكن برضو يكون، قلت ممكن يكون جفاف، يعني الواحد ما بيشربش مية كافية، أو ممكن يكون علامة على أمراض الكلى أو أمراض العضلات. وممكن البن الفاتح ده بيحصل بعد التمارين الشديدة، حاجة اسمها مارش هيماتوريا، يعني بعد التمارين الشديدة زي الجري الشديد أو المشي، وخصوصا بنلاحظها عند الناس العسكر بعد تمارين أو مشي مارش شديد. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان في ماده اسمها روبدو، بيحصل لها روبدو مايوليسيز. روبدو مايوليسيز ده تحلل، هذه الماده تحللها بينتج عنه ماده تلون البول باللون البني. اللون البرتقاني ليه أسباب برضو زي ما احنا قلنا، قد تكون مرضية وقد تكون غير مرضية. الأشهر اللي هو المرضي، مش الأشهر، الأهم وليس الأشهر، هو مرض الكبد اللي بينتج عنه نتيجة إيه؟ اللي بينتج عنه زيادة في نسبة البيلوروبين في الدم ونزولها في البول. أما الأمور التانية المش مرضية زي فيتامين جيم سي، فيتامين سي ومادة الكاروتين في الجزر بتؤدي برضو لتغير لون للون البرتقالي. وفي مضادات حيوية زي الريفامبيسين اللي بناخده في مرض التوبركلوزيس، وفي دواء بيستخدم لتخدير المثانة. البول الأحمر أو الوردي، البول الأحمر والوردي ممكن يكون سبب الأكل، في أكل زي البنجر والتوت بيعمل كده، وفي نتيجة الدم، وده طبعا مؤشر بالنسبة لنا يعتبر من المؤشرات الخطيرة. لو كان البول الأحمر ده مصحوب بألم فممكن يكون علامة على التهاب المسالك البولية أو حصوات، لو مفيش ألم ربما يكون علامة على سرطان الكلى أو المثانة. يبقى إذن اللون الأحمر هو العلامة اللي في البول التي قد تؤشر إلى وجود مرض خطير. أدي إحنا ذكرناه، إيه هو؟ قد يكون هناك السبب سرطان الكلى أو المثانة، أو حاجة بسيطة أبسط التهاب المسالك البولية أو حصوات الكلى. النوع اللون الثاني أزرق أو أخضر، أزرق أو أخضر ده بيبقى عادة نتيجة أكل إيه؟ ملون. ماشي؟ الأكل ملون بصبغات التعرفين، في أكلات كتيرة بيحطوا عليها ألوان يعني، وممكن نتيجة فيتامين ب، بناكل فيتامين ب فبيظهر اللون الأخضر. لذلك الناس اللي بتاخد حقن التراي بي لما فيتامين ب يزيد عندهم العلامة إن إيه؟ البول يخضر، يبقى أخضر نيون كده. وأدوية، في أدوية نفسية، أدوية نفسية، وفي أدوية تخدير، وفي مسكنات للألم، كل دي ممكن تحول اللون البول إلى اللون الأخضر. وفي عدوى بقى معروفة بتحصل في المستشفيات اسمها سودو موناس، بتعمل مجاري بولية، التهاب مجاري بولية، وفي الغالب بتحصل في المستشفيات. آخر حاجة اللون المعكر أو الغائم. اللون نفسه ما بيت... البول بيبقى معكر بس اللون نفسه ما بيتغيرش، هو اللون مثلا أصفر شفاف، بس أصفر بس مش شفاف، مغيم معكر، وده بيكون دليل على عدوى في المجاري البولية. ودي رسمة تانية بتوضح درجات البول الشفاف. الأبيض خالص ده يعني إن أنت بتشرب سوائل كتير جدا، وقلنا البرتقالي الفاتح قد يكون نتيجة بعض الجفاف أو قد يكون نتيجة إيه؟ فيتامين سي زي ما قلنا قبل كده، والأحمر نتيجة أو الوردي نتيجة وجود الدم في البول، وده هو العلامة الخطيرة اللي أنا عامل الفيديو ده عشان نخلي بالنا منها. قد يكون مش خطير نتيجة المارش هيماتوريا اللي اتكلمنا عنها، أو يكون حاجة خطيرة فنخلي بالنا منها. وهنا يعني ممكن يكون البول تغيره بسبب طبيعي، وقد يكون بسبب هام مرضي. وأهم تغير في ألوان البول اللي هو اللون الأحمر هو الأهم على الإطلاق.
حيث يعد علامة في البول تشير إلى وجود مرض خطير، وربما تكون مجرد تشير إلى أن الواحد كان بيتمرن تمارين عنيفة ومشي جديد. أسباب تغير البول إلى اللون الأحمر بقى تركيز إيه اللي بيخلي البول بيتكون إلى لون أحمر، يعني يا إما اللون الأحمر ده بيكون حاجة من الاتنين، يا إما في دم في البول، يا إما في دم في البول، يا إما اللون أحمر بدون دم في البول. بنعرف الحكاية دي إزاي؟ بإن إحنا نعمل تحليل اسمه تحليل بول، هنقدر نعرف يا ترى البول فيه دم ولا ما فيهوش دم. لو البول لونه أحمر في الغالب بيكون في، يعني ممكن يكون فيه كرات دم حمراء، ودي شيء غير طبيعي، المفروض إنها ما بتكونش في البول. هذه الكرات الدم الحمراء دليل قاطع على وجود مشكلة مرضية. في نوعين من الهيماتوريا اللون الأحمر، يعني الهيماتوريا اللون الأحمر نتيجة وجود دم في البول، نوع لا نراه بالعين وهو ده النوع الأولاني، ونوع النوع الأولاني بنشوفه بالعين اللون البول بقى لونه أحمر، ونوع تاني لا نراه بالعين ولازم يتعمل تحليل تحت المجهر عشان نشوف إيه بقى. نعمل إيه؟ نعمل تحليل بول، ده اختبار سهل بتعمله وممكن نتيجته تاخدها في أقل من 5 دقايق أو في أقل من نص ساعة، بلاش 5 دقايق. إذا ظهر التحليل إنه بسبب اللون الأحمر ده بسبب الدم، يبقى التفسير إيه؟ يا إما وجود هيموجلوبين في وكرات الدم الحمراء في البول مرض عضوي، ده التفسير، أو يكون نتيجة ممارسة رياضية عنيفة. لو مفيش بقى بول في لو مفيش دم، التحليل قال لا ده مفيش دم، ده لون أحمر، ماشي، يبقى ده على طول نتيجة أكل فيه صبغات حمراء، ما احنا قلنا زي التوت والبنجر أو الأكل اللي بيحطوا صبغات عشان يلونوه، ماشي، دي الإيه. وهنا بقى الأمراض التي يكون فيها لون البول الأحمر، يا إما أمراض بنقسمها نوعين، أمراض الجهاز البولي أو الأمراض الوراثية. أمراض الجهاز البولي حصك كلى، عدوى في المجاري البولية، واللي أخطر منها الإصابة بسرطان المثانة، وفي الحاجة البسيطة المش خطيرة اللي بتيجي عند كبار السن، تضخم البروستات الحميد، البناين بروستاتيك بناين أو بناين بروستاتيك هايبربليزيا. الأمراض الوراثية زي مرض فقر الدم المنجلي اسمه سيكل سيل أنيميا، ومرض الثلاسيميا، وده برضو نوع من الهيموليتيك أنيميا، من أنواع الأنيميا المصحوبة بتكسير كرات الدم الحمراء. الخلاصة والختام إيه؟ إن صفات البول دي حاجة مهمة جدا، صفات البول دي شيء مهم جدا، ولازم إن إحنا نحطه في الاعتبار وننتبه إليها وننتبه إليها، لأن أي تغير في صفات البول لازم على طول نجري ونستشير الطبيب نشوف ده هل شيء عادي ولا لا. لو عايزين تقروا المقالة بالتفصيل تروحوا على الموقع، وأنا أحط الرابط تحت المقال. وأشكركم على تواجدكم معنا، وأشوفكم إن شاء الله وأنتم بكل خير في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.